اسمع 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 هاد الفضيحة من العيار الثقيل خوي العزيز، اسمع وتصنت حتى التالي حتى التالية باش تفهم حتى التالي. والمشكلة الكبيرة أنه لم تشر الكونفدرالية على كاف إلى أي احتجاج فيما يخص فيدرالية الجزائر لكرة القدم، رغم أن وليد صادي نفسه تحدث أمام التلفزيون الجزائري وقال بأنه تقدم باحتجاج رسمي للكونفدرالية. والسؤال المطي في هذا الفيديو يعني مجرد متابعة لما يحدث في كرة القدم الإفريقية، واليوم فيه خبر مهم جدا وهو أن كونفدرالية كرة القدم الإفريقية تطرد الحكم الغامبي اللي كان مسؤول على الفار خلال مباراة الجزائر أنغولا والجزائر بوركينا فاسو، وطرد لأنه متهم من طرف فيدرالية السنغال بأنه يعني لم يشر إلى ضربة جزاء عندما في ماتش السنغال مع كوت ديفوار. والشيء المثير للانتباه يعني هو أن البيان يتحدث فقط عن احتجاج السنغال، وأنه تم طرد هذا الحكم على إثر احتجاج دولة فيدرالية السنغال. والمشكلة الكبيرة أنه لم تشر الكونفدرالية على كاف إلى أي احتجاج فيما يخص فيدرالية الجزائر لكرة القدم، رغم أن وليد صادي نفسه تحدث أمام التلفزيون الجزائري وقال بأنه تقدم باحتجاج رسمي للكونفدرالية. والسؤال المطروح الآن يعني أين ذهب هذا الاحتجاج؟ لماذا لم تشر الكونفدرالية إلى احتجاج الجزائر وأشارت فقط إلى احتجاج السنغال؟ وهل ستقوم الفدرالية الجزائرية لكرة القدم بتقديم رسالة احتجاج للكاف مرة أخرى تذكرها بعدم اهتمامها بما قامت به الجزائر من احتجاج؟ وهل حقيقة يعني صراحة الأحداث التي نراها أمامنا فيه الكثير الكثير من المغالطات، ويصعب تصديق الآن يعني صراحة يعني يصعب تصديق جماعة الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم أمام حجم المغالطات التي أصبحنا نراها، وأصبح الجماعة المقربة من الفيدرالية يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى في الإعلام في مقالات وفي الإعلام الرسمي. إذن على وليد صادي يعني عنده فترة معينة 24 ساعة يجب أن ينشر رسالة وأن يوجه رسالة للكاف لعدم أخذها بعين الاعتبار الطعن أو الاحتجاج الرسمي الذي تقدمت به الجزائر، والتي أهينت يعني من طرف هذا الحكم اللئيم ويعني سرق منها 4 ركلات جزاء محققة. ونحن نعرف لما تؤخذ منك ركلات الجزاء ومخالفات مثل هذه يعني لن تستطيع أن تربح المقابلات، يعني المقابلة ما فيهاش يعني 50 فرصة تسجيل، يعني فيها الفرص قليلة جدا، وإذا ضاعت منك يعني عمدا من طرف الحكام فرصة أو اثنين فأنت يعني ضيع الماتش يعني. وبالتالي يجب توضيح هذا الأمر من طرف رئيس الفيدرالية وليد صادي، ويجب أن نعرف هل كان صادقا في قوله بأنه تقدم يعني بالاحتجاج، وهل قام بالاحتجاج حسب الفورماليزم اللي تطلبه الكونفدرالية، أو يعني مدها فلوت في الفندق ومدها بيدو، يعني لا أعرف الطريقة التي تم يعني تم بها الاحتجاج، ولكن مدام الاحتجاج غير مسجل في عملية طرد الحكم لصالح الجزائر يعني فيها مشكلة وفيها تساؤلات وفيها علامات استفهام كثيرة. وهل يعني تصريحه كان فقط للاستهلاك ولتطمين يعني الرأي العام، أو كان أيضا في إطار تحذير لإقالة
بالماضي، لأن هدف إقالة بالماضي وأقولها ونعودها من جديد كان محضر له قبل كأس إفريقيا. وخرجت اليوم يعني معلومات أيضا تقول بأن جمال بالماضي لم يتحدث، يعني صحفي محترم جدا اللي أعطى المعلومة قال بأن بالماضي لم يتحدث في غرفة الملابس عن أي استقالة كانت أو عن نيته من الاستقالة من على رأس تدريب الفريق الوطني. وبالتالي هناك سلسلة من المعلومات المغلوطة والأكاذيب التي نسجت في إطار يعني تلطيخ سمعة الرجل، لأنه يعني بصريح العبارة هناك الكثير. التقيت اليوم مع أحد المختصين في كرة القدم ومدرب سابق، التقيت بالقنصلية العامة للجزائر في بروكسل، ويعني أحسني بأن هناك هجوم على بالماضي لأن الكثير، وشفنا حتى على البلاطوات ناس تتكلم بكل وقاحة وتنتقص من وطنية الجزائري اللي عايش برا، رغم أن عددهم يعني حوالي بين 10 إلى 13 مليون جزائري، وهي يعني قوة ضاربة مهمة جدا لصالح الوطن. ولكن للأسف الشديد أن هناك بعض الناس لا يعجبهم العجب. المهم قضية بالماضي أصبحت يعني الآن والأمور تتوضح كل يوم، يعني كل ما تأتي معلومة جديدة تثبت بأن هناك أكاذيب نسجت أو أن هناك مؤامرة يعني أحيكت ضد الرجل من أجل إقالته، وأن من أتى بوليد صادي أتى به لمهمة واحدة وهي إقالة جمال بالماضي من على رأس العارضة أو على رأس تدريب الفريق الوطني. وللأسف شديد سيمس أيضا اللاعبين، لأن تم الطعن أيضا في كرامتهم عن طريق بيان